وزارة الصحة تعلن صباح اليوم ظهور حالة جديدة من فيروس كورونا في بلادنا لمواطنة كانت تحت الحجر الصحي. وزير التشغيل والشباب والرياضة يشرف على إطلاق حملة وطنية لدعم الأسر الأكثر احتياجا في ولاية نواكشوط الشمالية. عملية التحسيس والتوعية بشأن فيروس كورونا تتواصل على المستوى الوطني. مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل الثامنة من الموريتانية تصحبني فيها بلغة الإشارة أسماء من تعدمان. أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم تسجيل حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، وتتعلق الحالة الجديدة بمواطنة تبلغ من العمر 24 سنة عادت من فرنسا يوم 16 مارس الماضي. وقال مدير الصحة العمومية الذي أعلن ظهور الحالة إن المعنية في وضع صحي جيد ولله الحمد ولا تظهر عليها أي أعراض، وقد تم استحالتها إلى مقر العزل الصحي لمراقبة حالتها الصحية عن قرب. ما تعلمون لقد قررت الحكومة مؤخرا استراتيجية إجراء الفحص لكل الواقعين تحت الحجر الصحي قبل تسريحهم، وذلك بغية التأكد من تمام خلوهم من أي إصابة بفيروس كورونا. وهكذا تم تسجيل حالة جديدة تأكدت ليلة البارحة إثر إجراء الفحوصات لمجموعات من المحجوزين. يتعلق الأمر بمواطنة تبلغ من العمر 24 سنة عائدة من فرنسا يوم 16 مارس الأخير، وهي الآن في حالة صحية جيدة ولا تشكو من أي أعراض لهذا المرض أو لأي مرض آخر، إلا أنها وضعت في مقر الحجز الصحي وذلك لعزلها ومراقبة حالتها الصحية والتكفل بها. وبهذا يصل عدد الحالات المسجلة في بلادنا إلى 7 حالات، من بينها حالتا شفاء تام وحالة وفاة، وفي الوقت الراهن هنالك 4 أشخاص هم في الحجز الصحي هنا في نواكشوط وفي كيهيد. وبهذه المناسبة تذكر وزارة الصحة كافة المواطنين أن التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالصابون بشكل دائم واستخدام الكمامات أو أي حواجز أخرى هي وحدها الوسائل المتاحة لتجنب الإصابة بهذا الفيروس بمشيئة الله. وكذلك تعرب الوزارة والحكومة عموما عن تشكراتها للمواطنين الذين يحرصون على اتباع تعليمات السلامة بما يتعلق بالحظر الصحي وحظر التجوال إلى آخره، سواء كان ذلك في مقرات الحجز أو خارجها. وتشدد الوزارة على ضرورة اتباع الصارم للتباعد الاجتماعي خاصة في مقرات الحجز، لأنها مقرات يتواجد فيها أشخاص قد يكونون يحملون الفيروس، وبالتالي ينبغي في هذه المقرات تجنب الاختلاط وتجنب التقارب بين الأشخاص. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والصحة والداخلية واللامركزية بيانا مشتركا حضت فيه جميع المواطنين على تجنب الزحام الذي يحدث عادة عند الصلاة على الجنازة وفي أماكن العزاء، حفاظا على صحتهم وصحة إخوانهم من عدوى المصابين الأحياء أو الأموات، والاكتفاء في ذلك بما تسمح به الضرورة القصوى بعد احترام التعليمات الصحية المقررة في ذلك. وأوضح البيان المشترك أن هذا الإجراء يأتي انسجاما مع الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع انتشار الوباء، وخاصة المتعلقة بعدم الاكتظاظ واحترام المسافة الموصى بها بين الأشخاص. أدى وزير الصيد والاقتصاد البحري صباح اليوم زيارة تفقد واطلاع لسوق السمك بشاطئ الأطلسية
رفقة السلطات العمومية والأمنية بولاية نواكشوط الغربية. قد مكنت هذه الزيارة السيد الوزير والوفد المرافق له من الوقوف ميدانيا على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا. بخطوات عملية تستمر السلطات العمومية في تطبيق الإجراءات الوقائية من مرض كورونا على مستوى كافة المرافق، خاصة منها ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين. وانطلاقا من هذا التوجه، أدى وزير الصيد والاقتصاد البحري زيارة ميدانية لمؤسسة سوق السمك للاطلاع عن قرب على مدى التقيد بتلك الإجراءات، سواء من طرف القائمين على هذه المؤسسة أو العمالة المستقلة بها أو المواطنين الوافدين من أجل شراء حاجتهم اليومية من الأسماك. بلادنا تواجه هذه الوباء العالمي اللي هو اللي قال له فيروس كوفيد 19، والحكومة اتخذت قدر من الإجراءات اللي الحمد لله بدأت تعطي أكلها. وعلى قرار هذه الإجراءات وزارة الصيد والاقتصاد البحري واكبت هذه الحملات كاملة، سواء إجرائية تحسيسية أو عملية، على مستوى الشاطئ وعلى مستوى موانئنا وعلى مستوى الأسواق وعلى مستوى تموين السوق من نفسه. اليوم قمنا بهذه الزيارة من أجل الاطلاع على الظروف الصحية على مستوى سوق السمك. وكما تعلمون سوق السمك نقطة حساسة بالنسبة لنواكشوط، لتموين نواكشوط من المواد الغذائية خاصة السمكية من البروتينات الحيوانية وأساسي غير ملي. هذا الظروف اللي فيه الوزارة بالتعاون مع إدارة سوق السمك قدمت كافة الكمامات المطلوبة، الكمية من الكمامات من 5000 إلى 10000 كمامة من القفازات. ومطلوب اليوم أعلن المواطنين يتعاونوا في الإجراءات الوقائية اللي معدة على مستوى سوق السمك ويتعاونوا عليها ويعرفوا عنها هم اللي في البداية مصلحتهم. بعد ذلك عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني والشروقة اجتماعا ضم إدارة مؤسسة سوق السمك إضافة إلى السلطات الإدارية والأمنية بنواكشوط الغربية، حثهم فيه على مضاعفة الجهود من أجل السلامة من هذا الفيروس الفتاك، كما أعطى التعليمات بضرورة أخذ كافة التدابير اللازمة من أجل إرغام مرتادي هذا المرفق الحيوي على أخذ التدابير الوقائية التي فرضتها السلطات الصحية في هذا الإطار. عدنا عملية تحسيسية بجميع أنواعها، نعطوهم الكمامات ونعطوهم الآليات كاملة اللي يلا تعود تقدر تسبب وقاية لهذا المرض، إن شاء الله يعطينا خير وسلامته. نقيمهم عند الصباح من مسان من الساتة مع الصباح إلى الثالثة والرابعة والخامسة على تطبيق الناس عنا نخرجوها من المكان ونتمشي شور بلدها. إشراعات الحمد لله زينة والمواطن مطمئن بها الحمد لله. شاكرين الدولة على 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 مبادرة لشعبها وحفاظ عليها. الآراء في مجملها أشادت بالجهود المبذولة في سبيل الوقاية من مرض كوفيد 19، لكنها طالبت السلطات العمومية بالقيام بإجراءات مصاحبة مهمة تبقى نتيجتها محدودة ما لم يتحمل المواطن مسؤولية وقاية نفسه أولا من هذا المرض الفتاك، ومن ثم حماية مجتمعه من هذا الوباء العالمي. أشرف وزير التشغيل والشباب والرياضة زوال اليوم على إطلاق حملة وطنية تستهدف تقديم مساعدات اجتماعية لعدد من الأسر الأكثر احتياجا في ولاية نواكشوط الشمالية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج وطننا. وتتمثل هذه المساعدات التي تشمل ولايات نواكشوط الثلاث في عينات من المواد الغذائية الضرورية ومواد النظافة والتعقيم. هذا المتطوعين الله يعاونوا الدولة وهذا الموحول فيه جاكنا عملية الديستريبيسيون انها تعدل بطريقة من هنا معاملات، هي الطريقة اللي لها عندنا اليوم نهارين نمشوا من الأصباح لين الدحمس الرابعة نوقفوا نمشوا نعدلوا ديزيدنتيفيكاسيون نخرصوا الناس اللي فاصلة. نشكركم ولا تنساو اللي تقاولنا الاحترام الانضباط وهم اللي الكرامة واللي قالوا هما اللي احترامهم اللي هذا الضوابط وهذا اللي قالوا بعض الاجراءات الاحترازيه. اذا نختار من خلالك ومن خلال جميع المتطوعين والمتطوعين الاخرين مازالين جايين لينخرطوا في وطننا، لان نشكركم باسم فخامه رئيس الجمهوريه وباسم الحكومه كامله. الوزير يسأل والشباب يجيبون، وذلك في بداية انطلاق الجزء التجريبي من المرحلة الأولى لبرنامج وطننا المخصصة لمكافحة فيروس كوفيد 19 ببلادنا.
ويضم هذا الجزء التجريبي توزيع كمية معتبرة من المواد الغذائية وأدوات التعقيم لصالح عدد من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف أحياء مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، على أن يشمل في مراحل قادمة باقي ولايات نواكشوط الثلاث. وتشمل المساعدات الغذائية المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشباب والرياضة عبر اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية والاتحادية الموريتانية لكرة القدم الأرز والزيوت والشاي والسكر والألبان المجففة، إضافة إلى بعض مواد التنظيف والتعقيم. وقد قامت الوزارة بتوصيل هذه المساعدات إلى الأسر المستفيدة في بيوتها، وذلك تفاديا للتجمهر وتطبيقا للإجراءات الاحترازية. جابتوا لنا أمي اللي قاعدين في بلدنا هاني ومتسعين ما شاء الله ولا يوجعناش. حامد المولانا أمي اللي على دولتنا، طالبين مولانا يفكنا من الأمراض الظاهرة والأمراض الخافية. والله ما نحركوا يعلمهم مولانا ما نحركوا، والدنا ما يشتغل قاعد ما يشتغل بهدي، والتحركات يعطينا العافية يعطينا المسلمين إن شاء الله. لا جابوا لنا مار وسكر ودلوين وجفل شعرية كام جزاهم الله خيرا، عاونا في الصائر وعاونا في ذاك كامل جزاكم الله خيرا. قال فينا في الوقت المناسب يفكر إن شاء الله من ذا الباس إن شاء الله إحنا والمسلمين أجمعين إن شاء الله يغفو عنا إن شاء الله إحنا والمسلمين أجمعين. هاي مريض خطيرة، كل من قبر صابون قبر أمو سجل أيدي سجل هاي تركة سجل هاي فر لو هاي مرض خطيرة. وتأتي هذه المرحلة بعد عملية إحصاء ميداني قامت بها الوزارة بالتعاون مع متطوعين شباب ببعض الهيئات والجمعيات الشبابية. المتطوعون الشباب في هذا الجزء التجريبي من برنامج التطوع وطننا تلقوا دورة تكوينية حول آليات العمل التطوعي ووسائل المساعدة الاجتماعية وطرق التوعية بمخاطر فيروس كوفيد-19. وتشمل المرحلة الأولى من برنامج وطننا إضافة إلى المساعدات الاجتماعية حملة للتحسيس والتعبئة في جميع مقاطعات ولاية نواكشوط الثلاث حول مخاطر جائحة كورونا. هل غيرت جائحة كورونا العالم وعادات الشعوب؟ تحت هذا الشعار أو هذا العنوان أطلقت إذاعة موريتانيا الليلة البارحة منصتها الإعلامية الأولى باللغة البولارية. وقد استضافت هذه المنصة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة التي تحدثت عن أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة باكرا لمحاصرة هذه الجائحة. هل غيرت جائحة كورونا العالم وعادات الشعوب؟ تحت هذا الشعار نظمت إذاعة موريتانيا منصتها الأولى باللغة البولارية، وذلك بهدف التحسيس بخطورة تفشي فيروس كورونا في بلادنا. وتم إطلاق هذه المنصة بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة ننا مدفكان، التي عبرت في مداخلتها عن أهمية الأدوار التي تلعبها المرأة لمحاربة انتشار هذا الفيروس، خصوصا في مجال الإجراءات داخل الأسرة، علاوة على اليقظة في التبليغ عن المتسللين عبر الحدود. واستعرضت الوزيرة الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة ضد تفشي فيروس كورونا، مبرزة أن قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة قام بجهود معتبرة في مجال التحسيس وتوسيع مواد النظافة والمواد الغذائية على عديد الأسر المحتاجة. وتم التطرق خلال هذه المنصة إلى التجربة الموريتانية الناجعة والإجراءات الاستباقية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني، وسرعت الحكومة في تنفيذها في الوقت المناسب. في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أظهرت التجربة بحمد الله وفضله نجاعة وسلامة الإجراءات الاستباقية التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني والطواقم الوزارية والفنية المختلفة التي لم تأل جهدا ليلا ونهارا من أجل السهر على أمن الوطن وصحة جميع المواطنين. ولأول مرة منذ إنشاء الإذاعة الوطنية في 27 يونيو 1957، وجه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني جميع وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية بإطلاق حملات تحسيس متساوية بجميع اللغات الوطنية لتعميم الفائدة وإيصال رسالة وقوف جميع الموريتانيين معا ضد وباء كورونا.
وشارك في منصة إذاعة الخدمة العمومية الأولى باللغة البولارية عدد من المتخصصين في مجالات العلوم الإسلامية والاقتصاد وعلوم الاجتماع، وقد أكدوا في المجمل على ضرورة الإجراءات التي تتخذها بلادنا سبيلا إلى محاصرة هذه الجائحة التي تهدد الإنسانية جمعاء. وإلى داخلة نواذيبو، حيث عززت سلطة منطقة نواذيبو الحرة من إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا. قد شملت هذه الإجراءات وسائل التحسيس وظروف العمل داخل الموانئ مع تشكيل لجنة محلية لمتابعة تموين الأسواق بالتنسيق مع السلطات الإدارية في الولاية. تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي أقرت الحكومة، باشرت سلطة منطقة نواذيبو الحرة في تنفيذ حملة تحسيسية واسعة شملت مقرها المركزي ومنشآت مينائي نواذيبو المستقل وميناء خليج الراحة، والإعلان عن عدة قرارات تستهدف الضبط وتنظيم النشاطات التجارية الدولية وحركة الصيادين وأصحاب المهن داخل الموانئ. اتخذت سلطة منطقة نواذيبو عدة إجراءات بالتنسيق مع اللجنة الجهوية برئاسة سيد الوالي داخل نواذيبو. تم اتخاذ جملة من التدابير الوقائية في المؤسسة وفي المؤسسات التي تحتوي سايتها، ومن أهمها خفض عدد الموظفين إلى حد الأدنى، منع التجمع، وإعطاء جميع الموظفين آليات اللازمة مثل الصابون وآلات التعقيم. من الناحية الاقتصادية، ونظرا إلى أن ميناء المستقل مرفق تجاري حيوي، وبما أنه منفذ بحري للتبادل التجاري الدولي، فقد طلب من جميع المستخدمين إرسال وثائق التالية إلى خدمة المكتب الميناء قبل 72 ساعة من الوصول، ومن ضمن هذه الوثائق إشعار وصول السفينة، قائمة موانئ 10 التي تمت زيارتها، إضافة إلى وضعها الصحية للطاقم السفينة قبل أي عملية. ومن بين الإجراءات المتخذة مراقبة الأسواق والعمل على تموينها بالتعاون مع السلطات الإدارية واتحادية التجارة. على مستوى الأسواق قمنا بعمليات تحسيسية واسعة في الأسواق المواد الغذائية من أجل حثهم على ضرورة تخفيض المواد الغذائية الضرورية للمواطن وإبعاد عن أي ممارسة لعمليات الاحتكار للمواد الأساسية. وننوه من هنا بأن أهم المواد الغذائية التي تأتي في نواذيبو مثل السكر والأرز والقمح تأتي من طرف ميناء نواكشوط المستقل، نظرا لأن العمق البحر في نواذيبو ليس كافي من أجل استيعاب السفن الكبيرة، لذلك هناك في بعض الأحيان زيادة طفيفة في الأسعار المواد الأساسية في نواذيبو بمقارنة مع نواكشوط، ولكننا نعمل بجهد من أجل أن تكون الأسعار على المستوى التي كانت عليه في الماضي. ويعول على هذه الإجراءات أن تساهم في الحفاظ على صحة المواطنين وضمان تمويل دائم للأسواق ومراقبة الأسعار خلال هذا الظرف الاستثنائي. وهنا في نواكشوط تسلمت وزارة الصحة صباح اليوم معدات طبية وآليات للتنظيف مقدمة من طرف منظمة الأمم المتحدة للسكان في إطار دعمها للجهود المبذولة من طرف الدولة لمكافحة وباء كورونا العالمي. مواد طبية ومستحضرات للتعقيم وأدوات للنظافة مكونات هذه المساهمة المقدمة من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا في ظل الاستراتيجية الوقائية التي انتهجتها بلادنا لمحاصرة هذا الوباء. وبهذه المناسبة أوضح الدكتور باهمباتي مستشار الوزير الأول أن هذه المساهمة ستمكن من تحقيق استجابة فورية في مجال مكافحة الفيروس نظرا لما تمثله من أهمية في تحسين وضعية السكان والتكفل بالمرضى ومساعدة الطواقم الطبية على القيام بمهامها في ظروف مرضية. بدوره أشاد السيد سايدو كابوري الممثل المقيم للصندوق في موريتانيا في كلمة له بالمناسبة بالمجهود الوطني المقام به من قبل الحكومة لمنع انتشار وباء كورونا كوفيد-19 في بلادنا والتخفيف من تداعياته، مثمنا السياسة المتبعة في بلادنا في هذا الصدد والتي حققت نتائج ملموسة جعلت موريتانيا اليوم الأقل تسجيلا لحالات الوباء على مستوى القارة الإفريقية. والآن مشاهدينا الكرام سنتابع وإياكم صورا مباشرة من ولاية نواكشوط الجنوبية وهي تعيش حظر التجوال على غرار باقي المقاطعات والولايات داخل الوطن.
طبعا كما ترون حالة هدوء وسكينة تعكسها الشوارع الخالية من المارة تطبيقا لإجراء حظر التجوال. طبعا هذه صور من ولاية نواكشوط الغربية، حالة هدوء وسكينة تعكسها الشوارع الخالية من المارة تطبيقا لإجراء حظر التجوال الذي تقرر مؤخرا من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا. كما تتابعون صورا ومشاهد تعكس من خلالها كاميرا الموريتانية يقظة السلطات الأمنية وصرامتها في تطبيق هذا الإجراء الذي يدخل في إطار حزمة التدابير الوقائية التي فرضتها السلطات العمومية حماية للمواطنين من فيروس كورونا كوفيد-19. دائما كاميرا الموريتانية وهذه الصور التي تتابعونها مباشرة من ولاية نواكشوط الغربية. أهلا بكم مشاهدينا، نضم إلينا شبكة مراسلين من ولاية نواكشوط الغربية محمد والبديدي ومن ولاية قرقل محمد أعمر بلولة. مرحبا بكم معنا في هذه النشرة، ونبدأ معك محمد. مساء الخير محمد. مساء الخير القالية. ماذا عن الأجواء بصفة عامة هذه الليلة على مستوى ولاية نواكشوط الغربية؟ ولاية نواكشوط الغربية كما شاهدتم من خلال الصور التي تابعتم قبل قليل أجواء هادئة وساكنة، الشوارع خالية من المارة، خالية من السيارات، لا تتواجد بهذه الشوارع سوى سيارات رجال الأمن التي تسهر على تطبيق حظر التجول الذي يفرض هنا في هذه الولاية على غرار ولاية الوطن، والذي طبعا يدخل ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلد تصديا لمكافحة فيروس كورونا. ولاية نواكشوط الغربية هي الأخرى تشهد هذه الأجواء، أو بدأ المواطن يتجاوب مع هذه الإجراءات ويدرك أهميتها ويدرك ما لها من أهمية على صحته، وبدأ يدرك أيضا أنها ليست إجراءات بهدف تقييد على حريته ولا على تنقله، وإنما هي إجراءات تسعى وتهدف إلى الحفاظ على سلامته وصحته والحفاظ على وطننا بشكل عام. الجو العام في هذه الولاية حسب ما استمعنا واطلعنا عليه من السلطات الإدارية والأمنية في هذه الولاية، التجاوب كبير للمواطنين، الحوانيت التي لا يشملها الترخيص مغلقة تماما أمام الساكنة في هذه الولاية. بدأ هذا التجاوب يكون هو سيد الموقف في هذه الولاية. أشير فقط إلى أنه أيضا أنواع التحسيس والتعبئة بدأت تأخذ أنماطا مختلفة ومتنوعة في مختلف مقاطعات هذه الولاية التي تشمل الإكسر وتفرق زينة والسبخة. بدأت هذه العمليات التحسيس والتعبئة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت أيضا بعض منظمات المجتمع المدني تنتقل إلى المواطنين في بيوتهم بهدف شرح الإجراءات السلامة التي ينبغي للمواطنين اتخاذها في مثل هذا الظرف الخاص. نعم جيد محمد، ذكرتم كيفية الإجراءات وكيفية تطبيقها، ماذا عن المواطنين وعن مدى تجاوبهم مع هذه الإجراءات بشكل مختصر؟ المواطن هناك كما سلفت القالية بدأ يتجاوب مع هذه الإجراءات، كانت في البداية أو كانت نسبة التجاوب ضعيفة إلى شيء ما، أو كان هناك استهزاء من قبل المواطن بهذه الإجراءات، أو كان يصنفها ويضعها في خانة أنها تعتبر تضييقا عليه أو سعيا للحد من حريته، لكن مع مرور الوقت ومع انتشار هذا الوباء على الأنحاء المعمورة، ومع أن هذا الوباء أنهك دولا عظمى تمتلك من المقدرات البشرية والوسائل عجزت عن معالجة
حاجته اليوم وتصدي له. أدرك المواطن هنا أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى صحته وسلامته، وتهدف إلى الحفاظ على وطننا وشعبه يظل دائما خاليا من هذا الفيروس بإذن الله. هذه قسمة الإجراءات التي بدأ العالم يتحدث عنها وبدأ يشيد بما حققته موريتانيا من خلال هذه الإجراءات، سواء المتعلقة بإغلاق الأسواق ومتعلقة بحركة التنقل بين المدن، بدأ المواطن أننا ولله الحمد كنا من الدول السباقة التي اتخذت إجراءات مناسبة في هذا المجال. شكرا جزيلا لك محمد على هذه التوضيحات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من ولاية نواكشوط الغربية. بعد مرور زها أسبوعين من قرار إغلاق المحلات التجارية والمجمعات والأسواق، ما تزال بعض الأماكن العامة تشهد تجمهرا لافتا للعديد من المواطنين في مشهد يعكس نوعا من اللامبالاة عند البعض بإجراءات السلامة المتبعة على المستوى الوطني تفاديا لانتشار وباء كورونا. نتابع. قرار إغلاق أسواق الكماليات والسماح فقط بفتح بعض المحلات التجارية المرتبطة بحياة الناس، إجراء من ضمن الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من خطر وباء كورونا المستجد. تستشعر وزارة الداخلية والمركزية في بيانها الأخير وجود تراخٍ ملحوظ في تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع انتشار هذا الوباء. تثبت الصور الملتقطة من سوق تيارت خطورة تجمهر المواطنين رغم الإعلان الرسمي عن إغلاق السوق. طالبين مواطنين نهاية وباء يلت الدولة ما يقدر يعدل شيء وحده، يا الشعب وليلت يعاون الدولة بي المرض خطير وما يفات جبر له ملي دواء اللي جبر عليه الله خص الليدين والله حد قاعد في داره. فهم إجراءات قبلتها الدولة صارمة وقبلتها الحمد لله في البداية، وكانت ما قبلتها في البداية قاعد نريح يا غير، جاءت فاجأة الناس بياسر من قفل محلاتهم ووقف نشاطاتهم، يقال هذا لا حد يصبر به اللي خير الصحة من أي تجارة. يخرج المحذر من هذا المرض والمطالب باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تعتبر المكث في المنزل أهم أسبابها. اليوم يعلط كل رقاش هنا بلو من عند التاجر، كل رقاش باطي هنا بلو، وهذا هو المهم، وهذا العدس الدولة نحن رانا مأيدينها مقفرين أباتيقنا وقاعدين في نقر ديارنا لا من أجل هذه الرواية. بين ضرورة الخروج لاقتناء المستلزمات اليومية وفوضوية التجمهر في الأماكن العامة، خيط رفيع يحدد المواطن مسار اتجاهه. لا بديل عن اتخاذ إجراءات السلامة ولا مساومة في تطبيق القانون. يقول بيان وزارة الداخلية إن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وإن التساهل يحتم المزيد من الصرامة واليقظة. عبد الله يسلم، الموريتانية. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نربط الاتصال مباشرة بحاكم مقاطعة الأقصر سيد محمد محمود والمحمد عبد الله واليوسف. مساء الخير سيد الحاكم. مساء النور. بداية، ماذا عن التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى مقاطعة الأقصر لتنفيذ القرار المتعلق بإغلاق المحلات التجارية والأسواق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. بادئ بدء مع بداية انتشار هذا الوباء اللي هو كورونا كوفيد 19، قامت الحكومة الموريتانية بأمر فخامة رئيس الجمهورية وبتنسيق من معالي الوزير الأول باتخاذ سلسلة من الإجراءات من أجل الحد من انتشار هذا الوباء اللي هو، وعلى ذاك الأساس وصلتنا التعليمات، سلسلة من التعليمات تمثلت في قرارات ومقررات وتعميمات أيضا من أجل التنفيذ. تهديف هذه القرارات للحد من انتشار هذا الوباء، ولله الحمد نحن نعتبر اليوم أننا متقدمين على مجموعة من الدول المجاورة لله الحمد بفضل يقظة الدول الموريتانية. وعلى ذلك الأساس فيما يخص بالأسواق، هناك سلسلة من الإجراءات تتخذ عند الضرورة وتراجع عند الحاجة. نلاحظ المتتبع لانتشار هذا الوباء عنه من بدايته، وهو كل مرحلة من الزمن تأتي سلسلة من القرارات ومع الوقت ما اللي يتم مراجعتها عند الحاجة. جيد. تقريبا فيما يخص بقضية الأسواق تم إغلاق الأسواق بشكل عام، لكن مع الوقت تمت مراجعة ذاك القرار
من اجل الاعلان الذي قالوا سوق قطع غيار، بيع قطع غيار السيارات. سيد الحاكم، يبقى عليهم عامهن صغيره. سيد الحاكم، نعم. لوحظ في بعض الاسواق اهمال مطلق من لدن المواطنين لهذه القرارات الاحترازيه، اين هي السلطه من هذه الممارسات؟ لا اتفق معك في هذا التعبير. كافة الأسواق اللي موجودة على مستوى مقاطعة الإقصر تم إغلاقها. هناك فرق بين أسواق وهناك بين محلات. هناك أسواق بمعنى السوق، يوجد في الإقصر عدة أسواق، الأفريشة وسوق في للملابس معروف محاذي المسجد بودة، وهذه الأسواق مغلقة. هناك محلات تم استثناءها اللي هي اللي تبيع محلات بيع الخردوات، وهذه محلات تم استثناءها وتصليح عجلات السيارات وبيع قطع غيار السيارات. هذه الأسواق بطبيعة الحال ما هي محل للتجمهر، هذه محل أسواق قطع غيار السيارات اللي يجيهم اللاحد عند الضرورة، وطبيعة الحال عنها ما فهم أي تزاحم فيها. مع أعلن السلطات الإدارية على مستوى المقاطعة والبلدية قامت بحملة تحسيسية لدى المواطنين من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجعل أعلن الخدمة تتوفر وفي الوقت اللي يحافظ على أمن وسلامة المواطن، جيد. اللي هي الغاية من المتخذ كامل. جيد، إذا شكرا جزيلا لكم سيد حاكم مقاطعة الإقصر سيد محمد محمود بن محمد عبد الله واليوسف. شكرا لكم على هذه المداخلة، شكرا على قبول هذه الاستضافة عبر قناة الموريتانية. إلى ولاية غورغول حيث تتابعون أو سنتابع في هذه اللحظات صور لمشاهدينا الكرام، صور مباشرة وصلتنا قبل قليل من مقاطعة كيهيدي، وقد رصدتها كاميرا الأخبار هذا المساء مع بدء الساعات الأولى من حظر التجوال على مستوى هذه المدينة. طبعا هذه الصور كما أسلفت هي صور مباشرة من مدينة كيهيدي، ترصد هذه الصور جوانب من الأجواء المسائية للمقاطعة وهي تعيش حالة هدوء وسكينة وسط غياب تام للمرة وحضور لرجال الأمن الحريصين على تطبيق إجراء حظر التجوال في جميع أحياء المدينة حفاظا على صحة المواطنين. مشاهدينا الآن نتحول إلى مراسل قناة الموريتانية محمد أعمر بلول. مساء الخير أعمر. مساء الخير محمد، هل تسمعني؟ مساء النور زميلة الغالية. حدثنا عن الأجواء في مدينة كيهيدي ليلا ونهارا. مساء الخير محمد. نعم، نبدأ بالأجواء ليلا. الأجواء ليلا كالعادة هي ليل ولاية غورغول برمتها ومدينة كيهيدي خاصة، هو ليل قد لا يمكن أن يوصف إلا بأنه ليل سكنا. لا تتحرك إلا سيارات الأمن، لا يتحرك إلا أفراد الأمن الذين يؤمنون المواطن وممتلكاته في ليالي حظر التجوال. أما نهارا فتبدو مدينة كيهيدي خالية نحل، وإن على استحياء لأن المدينة تعيش أجواء تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لكن ذلك لا يمنع السكان من أن يطبقون الإجراءات من ناحية، ثم بعد ذلك يعملون على اكتساب قوتهم اليومي، الذهاب إلى محلاتهم ويعني القيام بمهامهم اليومية، التجارة والتبادل الاقتصادي الذي تعيشه خاصة سوق كيهيدي. هذا هو مختصر مدينة كيهيدي ليلا ونهارا. جيد، ماذا عن الوضعية الصحية في الولاية بشكل عام محمد؟ نعم، الوضعية الصحية في الولاية حتى الآن ما زالت الوضعية مستقرة، وما زال الوضع على ما يرام حسب ما لدينا من معلومات. لا توجد أي إصابة ولله الحمد جديدة على مستوى الولاية برمتها. معابر الولاية مع الجارة السنغال مغلقة، ولا توجد الحمد لله أي جديد في المجال الصحي. المستشفى لم تفده أي إصابة، كما أن
الحالات المصابة يعني حالاتها الصحية مستقرة، فيما يمكن أن نقول بأن الوضع الصحي في ولاية غورغل هو على خير ما يرام حسب ما توصلنا إليه معلومات تفيد بأن الوضع مستقر ولله الحمد. الحمد لله، شكرا لك محمد عمر بلول موفد الموريتانية إلى مقاطعة كيهيدي، شكرا جزيلا لك. ونبقى في كيهيدي دائما، حيث أدى والي غورغل السيد يحيى والشيخ محمد فال زيارة تفقد واطلاع للسوق المركزية، مكنته من الوقوف على وضعية أسعار المواد الغذائية في خضم تطبيق السلطات الجهوية للقرارات المتعلقة بالوقاية من تفشي فيروس كورونا في البلاد وتداعياتها على حركية السوق. قد أعطى السيد الوالي تعليماته بتطبيق هذه الإجراءات بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين. وفي نهاية هذه الزيارة طمأن والي غورغل المواطنين بأن الدولة لن تألو جهدا في توفير المواد الغذائية في جميع الأسواق وبأسعار في متناول الجميع. بالنسبة لمجهودات السلطات الجهوية والمحلية على مستوى ولاية غورغل انصبت حول مستويين. المستوى الأول هو تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية، كيف تقفل الحدود وكيف تحظر التجول وكيف منع الحركة بين المدن بين الولايات. والمحور الثاني وهو قضية مواكبة هذه الإجراءات اللي انقبلت على مستوى الحكومة من أجل إياك تعاون المواطنين وأخبار هذه الحالة الأزمة اللي هي اللي موجودة. لما يخص المحور الأول، الحدود انقفلت باللي جات القوات المسلحة للجيش ودرك والشرطة وانقفلت قفل نهائي، وعمليات تسلل عمليات نادرة جدا وحالات معزولة. وبالنسبة لهذه الإجراءات الأخرى المواكبة بدأنا ملي نطبقوها، حصينا جميع القرى الريفية اللي لا تستفاد من الإعفاء من الماء مدة 6 أشهر، مدة المزال من السنة متبقي. زادوا نقاط بيع السمك، كانوا 4 في المدينة وعادوا مضاعفين، فهم ملي تحسين له يخلق على مستوى أباتيك أمل. وبالنسبة للعلف ملي كل بلدية غرك وكل مقاطعة عاد تعرف ذاك اللي جايها وبدوا الوتات له ينقلوه، وظهرنا على إن شاء الله منين يلتزم المواطن ويسمع ويطبق ذيك التعليمات اللي قالت له لا ينوخذوا من الأزمة ما نبطأه إن شاء الله تعالى. بالنسبة للسوق اللي موجودين في غرك كنا خرصوا ملي حالة الأسعار وحالة توفر المواد، مواد متوفرة ولا طالعت الأسعار. وبهذه المناسبة شاكر التجار وشاكر المواطنين بشكل عام على تجاوبهم مع الدولة في هذه المحنة اللي محنة عالمية. على كل حال دوانا في يدينا من نطبقوا هذا اللي قالت الدولة، هذه الإجراءات اللي قالت الدولة، إن شاء الله خلال 2 نأخذه، ومنين أنت مشاكين ما وجاد علينا والله نتلاعبوا به. على كل حال في الحقيقة ما نراجعين ذاك من عن مولانا. بالنسبة لعمليات التسلل نادرة جدا، وهذا يظهر على العدد اللي عندنا بين اللي احنا على مستوى الولاية غرك عندنا تقريبا حوالي 60 شخص فيها 20 شخص مخالطة للشخص المصاب. وهنا نشكر قواتنا المسلحة وقوات أمننا وجميع الناس كاملة اللي ساهمت فعلا القضية تعود بالشكل اللي عليه اليوم، راجع من عند الله إن شاء الله على أنه يستمر لين نوصل إن شاء الله للهدف المطلوب. وفي نفس السياق عقدت اللجنة الجهوية للأمن بولاية غورغل اجتماعها الأسبوعي تحت رئاسة والي الولاية سيد يحيى والشيخ محمد فال. قد تضمن هذا الاجتماع في محوره الأول تقييم عمل اللجنة خلال الأيام الماضية، وفي المحور الثاني وضع خطة عمل جديدة تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا في الولاية. حضر الاجتماع حاكم مقاطعة كيهيدي وقادة الوحدات العسكرية والأمنية في ولاية غورغل. حي تلدي أحد أحياء مدينة كيهيدي، وقد اكتسب شهرته من أول إصابة بفيروس كورونا خارج نواكشوط. وقد تجاوز سكان الحي الصدمة الأولى وبدأوا يستعيدون حياتهم اليومية رغم الإجراءات الوقائية
التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا في المدينة. هنا مدينة كيهيدي التي لا يعرف أحياءها إلا من زارها ولبث فيها سنين عددة، غير أن حي تولدي أضفى على المدينة شهرة جديدة بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في العشر الأواخر من شهر مارس المنصرم. منزل المصاب تجولت فيه عدستنا لنتتبع خيوط القصة ونكون جزءا من الساكنة في أصعب فترات عيشها. نعيش فترة صعبة من حياتنا. حين ظهرت الإصابة على جارنا بدأت عملية البحث عمن خالطهم وأخذوهم وأدخلوا الحجر الصحي، وها هو الحي بأسره ينتظر خروجهم سليم. عاش الحي يومين مغلقا لا دخول ولا خروج تطبيقا لإجراءات الوقاية من كورونا، وتم جمع المخالطين للمصاب، ثم عادت الحياة شيئا فشيئا إلى طبيعتها وبساطتها، فلئن بعدتهم مسافة كورونا فإنهم على قلب رجل واحد. منذ إعلان حالة الإصابة في مدينتنا ونحن ملتزمون بالإجراءات الاحترازية ونطالب السلطات العليا بمساعدتنا، فالوضعية الحالية أوقفت أعمالنا، مع أننا راضون في انتظار فرج قريب، وسنقف في وجه كل المتسللين لحماية وطننا. يزاول سكان الحي أنشطتهم اليومية ويأخذون حذرهم من وباء كورونا الفتاك، وهم يرقبون عودة الأمور إلى طبيعتها في أقرب الأجال. لا تتوقف الحياة داخل حي تولدي، بل إنها تستمر أكثر حيوية ونشاطا رغم أن الحي سجل إصابة الخامسة على المستوى الوطني. يقول السكان إن هذه الإصابة ستزيدهم قوة ومناعة واتحادا حتى تجاوز الأزمات. محمد عمر بلول، الموريتانية، من داخل منزل المصاب رقم 5، مدينة كيهيدي. أطلق حزب التحالف الوطني الديمقراطي من مدينة كيهيدي عمليات توزيع للمواد الغذائية على السكان في إطار مواكبة الحزب للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. قد استفاد من العملية أكثر من 100 أسرة مساعدة وتشجيعا لهم على البقاء في البيوت طيلة هذه الفترة. ممثل الحزب تحدث عن طبيعة هذه المساعدات للموريتانية. هذه المساعدة تعتبر رمزية، يقال بعد معنى تدخل مساعدة الضعفاء وخاصة الأسر اللي تعيلهم بعد النساء. هاي الأسر اللي تعيلهم النسوة على مستوى ذي المناطق والله منطقة كيهيدي بصفة عامة مضرة، حتى نظرا لأنهم هم كانوا عندهم المرصة هي قوتهم اليومية والمرصة نظرا للحظر اللي قالت السلطات، بالتالي عاد جميع الساكنة حامل تلتزم أماكنها غير اللي كانت مضرة من شيء قوتهم اليومية اللي هي الباش يجبروا ذاك يتقلعوا به. بالتالي ارتعى الحزب برئاسة دكتور يقب الأمين وباب البنيوك نائب مقاطعة كيهيدي بينهم يعدلوا الغالي والنفيس، ياك يوفروا للساكنة جهود الحزب، ياك يوفروا للساكنة ذيك المواد الغذائية اللازمة. مشاهدينا، الآن ينضم إلينا مباشرة من مدينة كيهيدي حاكم المقاطعة السيد سلكو والمحمد الصغير. مساء الخير سيد الحاكم، أهلا وسهلا بكم معنا. إذن أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. سيد الحاكم، بداية، ما هو تقييمكم لعمل اللجان الجهوية على مستوى كيهيدي، وما الجديد لديكم بخصوص مواكبتكم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة؟ شكرا. كما تعلمون مقاطعة كيهيدي من سبع بلديات، 5 بلديات مواكبة لحاشة النهر، هي بلديات الضفة، وقاموا اللجان بالتحسيس، 3 أنواع من التحسيس. أولا قاموا بتحسيس بلدية وقرية، وبعد ذلك تحسيس عن طريق وسائل
جميع وسائل مواصلات التواصل الاجتماعي اللي تصل بيت بيت وشخص شخص، ثم قبضت آليات بالأصوات اللي تمر من الشوارع. وهذا التحسيس جبر نتيجة كبيرة، حيث أعلننا جبرنا على نعاد كل واحد من هذه السكان يرين يجبر أي قضية أسوأ شنهي يعلمنا بها، وعاد متفاعلين معانا وعاد وفهمنا على أن التحسيس جبر أكله. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، بما أن مدينة كيهيدي مغلقة، جميع السكان كنا نعبئهم على المسائل اللي احنا اللي مطلوب منهم يعدلوا، هي اولا يبقاوا في بيوتهم، ثانيا يتخذوا جميع القضايا اللي تقدر تمكنهم من انهم يعودوا قابلين الوقايه اللي مطلوبه منهم، هي غسل اليدين وعدم انهم ما يسلموا على الغير، وانهم يتموا يمشوا دايرين العمامه ولا دايرين الكمامه. وهذا ايضا اجبرنا نتيجته. احنا مشاكلين جميع مواطنين مقاطعة كيهيدي وجميع المشارك اللي معانا من منظمات غير الحكومية، من السلطات الأمنية ومن فرق الصحة، وهذا التعبئة والتحسيس كان الوالي بنفسه ما هو تاكل على حد معانا فيها بجميعهم، حتى أن قمنا بذلت مراحل من التحسيس داخل جميع المقاطعة، قرية قرية، بلدية بلدية. شكرا جزيلا لكم سيد حاكم مقاطعة كيهيدي، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم سيد إسلكو المحمد الصغير، كنتم معنا مباشرة من مدينة كيهيدي. إلى ولاية تجانت، حيث أطلق اتحاد رابطات التسيير التشاركي لواحات تجانت حملة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا. تستهدف هذه الحملة بالسيارات التي تحمل مكبرات الصوت تحسيس سكان الواحات والأحياء المحاذية لها حول ضرورة الانصياع لقرارات الدولة والتوصيات الصحية التي تضمن المزيد من الوقاية ضد فيروس كورونا. والي الولاية الذي يواكب هذه الأنشطة تحدث بشيء من التثمين عن الجهود التي تبذلها هيئات المجتمع المدني في هذا المجال. هذه العملية التحسيسية بطبيعة الحال متواصلة، لا هي فوت 3 أيام، مستخدمين فيها 8 سيارات، مستهدفين فيها قرى عديدة من مقاطعتي تشقشة والمشرية، ومتعهدين كذلك على انهم لا يفعلوا ممثلينهم على مستوى مقاطعه الشيت. اياك يعود التحسيس على الاقل فيما يخصهم هما، يشمل جميع رابطات مسيري الواحات على مستوى تجانت، وهذا جهد رانا شاكرين ورانا مسجلين. باشرت بعثة فنية تابعة للشركة الوطنية للماء في مدينة النعمة عملها لإصلاح العطب الفني الذي تأثرت بسببه شبكة المياه في المدينة. قد أكد القائمون على هذه العملية جاهزيتهم لحل هذا المشكل وعودة مياه الشرب إلى المدينة بشكل طبيعي. مدينة النعمة وهي في ذروة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تشرع أيضا في إجراءات استثنائية لتسوية أزمة عطش مباغتة سببها تعطل مولدات كهربائية تابعة لمشروع إظهر، ما أدى إلى نقص في كميات المياه على مستوى النعمة وأمرج وتنبدغة. المشكلة اللي فيها تكاد تكون من 2018، بها تتعلق بمولدات توليد الكهرباء اللي مغذية المضخات ومغذية لصونداج. هذه المولدات من 2018 اللي هي بداية تشغيل المحطة وهما لا يخسروا. اللي بليد نتكلمون هين قالها السدرة، وهي هي الشاربين منها للنعمة، لحقنا الفراجات اللي فيها صالحين منهم لا اثنين وهما أصلا 4، صلحنا ذوك الاثنين وعاد ترك المدينة تشرب 4، معناته بالطريقة الأولى اللي كانت تشرب بها سابقة
سابق يخلق الظهر. عدلنا حل مؤقت، ما هو الحل اللي ندوره ولا هو كافينا ولا انا مستكفين به، يغير حل مؤقت ريث ما تنحل مشكله ظهر. مشكله ظهر الصا دور تنحل خلال يومين او ثلاثه اقصى، به اللي فيه محرك فيه مولد عندنا كان في قري جبناه وضارك في الطريق دور عود عاد قريب من الطينطان. وراه بالمناسبة نختير نقول لكم ونأكد للسادة والمشاهدين أن رئيس الجمهورية يتابع هذا الموضوع بتفاصيله بأدق التفاصيل لدرجة أن هذا الكمين ضارك دور عود يعرف منين وصل. الحلول النهائية تسبقها حلول مؤقتة تستهدف الأماكن المرتفعة من المدينة والأحياء الهشة ضمن مقاربة تعتمد على الصهاريج التي توزع الماء في الأحياء، جهود تحظى بمباركة من بعض المواطنين وبملاحظات من آخرين، ما جعلنا ننقل كل هذه الملاحظات للسلطات الإدارية المعنية. أول شيء بالتنسيق مع الشركة تم إعادة تأهيل بعض الآبار التي كانت مهملة، أعيد تأهيلها سريعا، وهذه الآبار عاد تعطي 250 كمية بالماء تتجاوز 250 متر كب لليوم. ماذا تعني 250 متر كب لليوم؟ المدينة تستهلك 2100 متر كب يوميا. حصل أيضا من بالتنسيق طبعا مع الشركة دائما حصلنا على أربع صهاريج، بدأت هذه الصهاريج تجلب الماء من بئر ارتوازية على بعد 10 كيلومترات، كان ما شاء الله أداء هذه الصهاريج سريع جدا. اليوم الأول اعتمدنا في توزيع الماء على اتصالات الأحياء، لكن في اليوم الموالي اعتمدنا مقاربة أخرى وهي وضع حاويات مائية في كل حي لياك نسرعوا عملية مجيبة الماء. يبقى التفاؤل حاضرا في هذه المدينة التي بدأت تجني ثمار تخفيف الإجراءات الوقائية على مستوى بعض الأنشطة التجارية في السوق مع تدفق المياه تمهيدا لحل نهائي لأزمة العطش. سعيد الحبيب، لقناة الموريتانية، النعمة. ومن أقصى شرقي البلاد إلى شواطئ الأطلسي غربا وتحديدا مركز ومغارة الإدارية، حيث تتابعون هذه اللحظات صورا وصلتنا قبل قليل من نوامغار، تعكس هذه الصور مشاهد من الأجواء المسائية في هذه المنطقة المطلة على شاطئ الأطلسية، حيث تعيش هي الأخرى على غرار باقي مناطق البلاد حظر التجوال تقرر مؤخرا على عموم التراب الوطني طبعا من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا. إذن من هذه الصور إن نربط الاتصال من مركز نوامغار الإدارية مباشرة بمفدنا إلى هناك عبد الودود والسيدنا. مساء الخير عبد الودود. مساء الخير زميلة الغالية، كما تعلمين نحن في مركز نوامغار الإداري، هذه المنطقة الحدودية التي عبد الودود تشكل نعم جيد، نحن نعرف طبعا أنكم تتواجدون الآن في مركز نوامغار الإداري، ستحدثنا إذن عن الأجواء الليلة في هذه المنطقة. نعم، منطقة نوامغار الإداري تعيش على غرار مثيلاتها من مدن الداخل حظرا تاما للتجوال، حيث تسهر السلطات الإدارية والأمنية على تطبيق هذا الإجراء الصادر مؤخرا عن وزارة الداخلية، إغلاق تام للأسواق عدا أسواق المواد الغذائية، كذلك منع تام للتجمعات التي بإمكانها أن تسبب انتشارا للفيروس بين السكان. جيد، ماذا عن مدى تجاوب السكان؟ هم على كل حال ليسوا بالكثيرين، ولكن ماذا عن تجاوبهم مع هذه القرارات الاحترازية؟ نعم زميلة الغالية، أعتقد أن عامل التوعية والتحسيس الذي تعمل عليه وسائل الإعلام العمومي سواء كانت الإذاعة أو التلفزة
ساهم بشكل كبير في توعية وتحسيس المواطنين هنا في مركز نوامغار الإداري، حيث بدأوا يفهمون بشكل جيد مدى خطورة هذا الوباء، وباء كوفيد-19، ومدى أهمية أيضا هذه الإجراءات التي تعمل على نجاحها السلطات الموريتانية سدا ووقوفا أمام هذا الفيروس الفتاك. إذا شكرا جزيلا لك من نوامغار موفد الموريتانية عبد الودود والسيدنا على هذه، على إطلاعنا أكثر على أجواء نوامغار هذا. وكانت كاميرا قناة الموريتانية قد تجولت أيضا زوال اليوم في أحياء نوامغار والقرى التابعة لها، ورصدت انطباعات سكان هذه المنطقة حول الإجراءات الوقائية التي تنفذها السلطات العمومية على المستوى الوطني. نتابع. أنا قلنا محفول كولي مساكنة موقار، اشتغلوا هون يحاول تجول زين. عندنا حادثة، احنا اللاين تبدأ الساتة ما تلا حد هون يحرك، الناس محترمة السير كان ما شاء الله الله. نحن اشتغلوا هون مؤثر لنا، حتى كانت تجينا البضاعة، لكن بالنسبة لي أنا اشتغل هون عندي تلوكم هاي ما شاء الله، والناس هون ساكنة هون ساكنة موقار ما عندها أي مشكلة تبارك الله، محترمة وحتى مقدرته حتى يرتعد للدولة. نحن زين عندنا حادثة بناء من نحن مواطنين كامل زين عندنا حتى ما شاء الله، الناس هون محترمته ولا عندنا اي مشكله تبارك الله. كلم احمد عبد الرحمن في بلده المامقار، وشاكر الدوله هذه عدتنا كامل بصحتنا مولي، وتبارك الله انا معدل الدوله صحتنا نعود السيادة من هنا تشي ما ترى حد يحرك تبارك الله، والحكومه معدله عملهم هنا تشي. نحن نشتغل، انا نشتغل في البحر، هم نمشي هناك مع الصباح سيزار يعني تدعو علينا في الميديا لاك نجو هنا تشي، وتبارك الله حوتنا يمشي مع الدرجة زين. تو هم شاكرين الدولة بعد عدت حتى. قال محمد العبدي إمام مسجد المامغار الجامع، عندي رسالة نختار نبلغها لكافة المواطنين، بلغها للدولة عن مثمنين هذا الجهد اللي قامت به الدولة من حظر التجول ومن هذا الحاجز الصحي اللي متباركة معه الدولة، ونعرف أنه لا في صالح المواطنين. المتكلم عبد الله الحسن رئيس مكتب الجهة الاتحادية الوطني للصيد التقليدي. بالنسبة لنا نحن هنا على مستوى مامقار ما شاء الله إجراءات العدل الدولة زين عندنا حتى لا أقصى درجة، به اللي هذا الوباء اللي كان اللي ينفع فيه الدبابات والقنابل ينفع الدول العظمى الكبار، ما نعن ينفع فيه إلا ذاك الحاضر تجول العدل الدولة، وشاكرين عليها الدولة حتى، وطالبين الدولة عن الحدود يمتنوا إجراءات الحدود حتى به اللي راي شفنا عن هذو خمس والله ست سبع حالات اللي خلقوا لنا كاملين، خلقوا لنا رواقي جايين من مرقب جايين من مرقب. ومعنا من نوامغار دائما رئيس مركز نوامغار الإداري سيد محمد محمود والمحمد بونا. أهلا بكم سيد الحاكم، مساء الخير. مساء الخير سيد الحاكم. يبدو أن سيد الحاكم لم يتمكن من سماعنا جيدا، سنعيد الترحيب به من جديد. مساء الخير سيد الحاكم من مركز نوامغار الإداري. سيد محمد محمود هل تسمعوننا؟ مساء الخير. مساء الخير سيد الحاكم. إذا سنعود إلى نوامغار وسيد الحاكم من جديد بإذن الله. أطلق منتدى الفكر الإسلامي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مقاطعة تجنين حملة تحسيسية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا، حيث سلم الممثل المقيم في بلادنا لصندوق الأمم المتحدة للسكان مساعدات للمنتدى تمثلت في كميات من مواد النظافة والتعقيم. الأمين العام للمنتدى الدكتور الشيخ والزين شاد بمستوى التعاون بين منتدى الفكر الإسلامي
صندوق الأمم المتحدة للسكان، مبرزا أن هذه الحملة التحسيسية تستهدف أئمة المساجد والجوامع وروادها في الأحياء الشعبية، معتبرا أن هذا النشاط الذي يستمر على مدى 4 أيام يأتي إسهاما من المنتدى في تعزيز الجهود العامة التي تبذلها الدولة تصديا لجائحة كورونا. بدوره السيد سيدو كابوري الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان أكد وقوف منظمته إلى جانب الموريتانيين في حربهم ضد هذا الوباء، مشيدا في الوقت ذاته بالأسلوب الموريتاني المتميز في التصدي لفيروس كورونا. وجدد الطرفان التأكيد على ضرورة احترام إجراءات السلامة باعتبارها السبيل الوحيد حتى الآن للنجاة من شر فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة بشرية. إذن مشاهدينا الكرام، سنربط الاتصال مجددا بحاكم مركز نوام غارة الإدارية السيد محمد محمود. والمحمد بونا، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بكم معنا قناة في نشرة قناة الموريتانية مباشرة. ماذا عن مواكبتكم للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى المركز؟ على مستوى المركز كافة على التراب، مستوى التراب الوطني، عندما تلقينا الأوامر الصارمة في إطار كبح كوفيد 19 اتخذنا الإجراءات اللازمة، وذلك على محورين. المحور الأول كان هو مرحلة التحسيس ومرحلة توعية الناس على خطورة الوباء، وفي هذا الإطار اتصلنا عدنا شكلنا لجان مكتملة من المنتخبون والحركات الشبابية والمنظمات الغير الحكومية والمجتمع المدني ككل. جيد، ماذا عن الإجراءات الأمنية؟ نعم، ماذا عن المحور الثاني؟ المحور الثاني هو كان قلق الحدود بين الولايات، وبوصفنا نشكل البوابة الجنوبية لولاية داخلة نواذيبو. عند الفور اتخذنا التدابير اللازمة لقلق الحدود البرية والبحرية، وذكر أن هنا ملي عندنا الحدود البحرية اللي مطلة على العالم ككل، والحدود البرية مطلة على نواكشوط، وقلقناهم الثنتين. جيد، ذاك اللي منهم بحري وذاك اللي منهم بري إن شاء الله. جيد، إذا شكرا جزيلا لكم سيد محمد محمود والمحمد بونا، لن نطيل عليكم كثيرا، شكرا لكم على هذه المداخلة، كنتم معنا مباشرة من مركز نوام غارة الإدارية. احتضن مقر جمعية التعاون للأعمال الخيرية جوار مسجد جامع شجرة الأنبياء في العاصمة صباح اليوم توزيع مواد غذائية مختلفة ومواد معقمة لصالح 1000 أسرة فقيرة. ويسعى اتحاد منظمات المجتمع المدني الذي يتكون من جمعية التعاون للأعمال الخيرية وجمعية الخير للتنمية والجمعية الموريتانية لرعاية المعوقين من خلال تقديم هذا العون إلى مؤازرة الدولة في جهودها الرامية إلى مكافحة انتشار وباء كورونا. رئيس جمعية التعاون للأعمال الخيرية الشيخ عمر الفتح أكد أن هذا الدعم يأتي في إطار مساعدة الأسر الفقيرة في الظرفية التي تتطلب يقظة وانتباها ويقظة للمرحلة بدورها. شكرت الأمينة التنفيذية المكلفة بالصحة والترقية الاجتماعية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية المهندسة أم الخيري المصطفى اتحاد منظمات المجتمع المدني على هذه المبادرة التي ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة. قد أصدر اتحاد منظمات المجتمع المدني بيانا أوضح خلاله الهدف العام من تقديم هذا العون. يعني فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الداعي للعمل بروح الوطنية والاهتمام بالشرائح الضعيفة الأشد تأثرا بالوضعية الصحية والاقتصادية الناتجة عن تفشي هذا الوباء، وتحقيقا لمبادئ الإسلام من رحمة وإحسان وتضامن وإنفاق، ومساهمة في الجهد الوطني تحسيسا وتطوعا وتحقيقا لأهداف منظماتنا الخيرية والاجتماعية،
فقد قررنا نحن الموقعون أسفله رؤساء ومسؤولو الجمعيات الخيرية تشكيل ائتلاف وطني للعمل الخيري والإنساني والاجتماعي تحت عنوان مؤتلفون في وجه كورونا. وسيعمل هذا الائتلاف على المساهمة الفعالة في المجهود الوطني الهادف للتغلب على هذا الوباء والتخفيف من تبعاته، بما يتلائم ورؤية فخامة رئيس الجمهورية الحازمة في التصدي له وتوقي أضراره الخطيرة. مشاهدينا، نهاية لهذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. وزارة الصحة تعلن صباح اليوم ظهور حالة جديدة من فيروس كورونا في بلادنا لمواطنة كانت تحت الحجر الصحي. وزير التشغيل والشباب والرياضة يشرف على إطلاق حملة وطنية لدعم الأسر الأكثر احتياجا في ولاية نواكشوط الشمالية. عمليات التحسيس والتوعية بشأن فيروس كورونا تتواصل على المستوى الوطني. مشاهدينا، للمزيد من الأخبار والتفاصيل بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الأنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أشكر باسمكم جديد أسماء من تعبمان التي صاحبتني بلغة الإشارة. نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل بعد قليل تحت الضوء ومحمل حي. إلى اللقاء.